وبركاته في قناه تيم دوج. النهارده يا جماعه حلقه جديده وتحدي جديد يا جماعه في القناه. ويلا دلوقتي يا جماعه الفيديو قدامنا يا جماعه. التحدي عباره عن اني اشوف اي الشعار الصحيح. وطبعا يا جماعه والله ما فتحت الفيديو خالص ولا شفت منه حاجه بحلف لكم والله، ولا اعرف فيه ايه ولا شفت اي حاجة، عشان بحلف لكم والله عشان ممكن حد يفتكر لا فتحت الفيديو وشفت وكده. يا جماعة تخش على الفيديو يلا ده اهو كده يا جماعة. دخلنا على التحدي. اني جوجل رقم واحد، نقول رقم واحد ورقم واحد وطلع يا جماعة جواب صحيح صح. نخش على التاني، اديداس رقم اتنين يلا نشوف. وصح يا جماعة طلع صح، وتاني نقطة ليا. نقول رقم اتنين يا جماعة، واول خطأ ليا وتاني صح ليا. نقول انستجرام رقم واحد، وطلع يا جماعة التالت صح ليا هو تحدي. نقول رقم اتنين طبعا، نشوف رقم اتنين صح، وتاني خطأ ليا والتالت صح ليا. نشوف اني واحد من دول، نقول رقم واحد، ورابع يا جماعة صح ليا، وخطأين يا جماعة. مارك السوفت نقول رقم اتنين يا جماعة ونشوف هيبقى خامس صح ولا تالت. يبقى يا جماعة تالت خطأ يا جماعة ليا ورابع صح. وكده يا جماعة يكون خلص فيديو الجزء الأول. والجزء الأول يا جماعة والجزء التاني إن شاء الله هعمله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.